والحبائب في إندونيسيا يعني يطمئن قلوبنا إذا سمعنا الحبائب. ممكن تشرح لنا بالنسبة للحبائب، هل صحيح الحبائب في إندونيسيا ينسب نسبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصلا يطمئن قلوب يعني. هذا أولا. الشيخ كبير يا زلمة، الشيخ في العالم. السؤال الأول يا أخي، أحسن يرتاح قلوب يعني. معليش يعني السؤال ليس في موضوع كلامكم. والثاني لما نحن سمعنا بالوهابي يعني خطر في بالنا، وأنا أعيش في مكة يعني 10 سنوات ما سمعت من كلام العلماء السعوديين كلام جديد لا. يعني كلامه مطمئن، شيخ زبير شيخ، ورسالتي أنا رسالة الماجستير أنا عن بن باز، فتاوى بن باز، وتلقيت أبناء بن باز في مسجد بن باز في عزيزية. يعني شعب إندونيسيا لما سمع والهبي كأنهم شيطان يعني. هذا لازم العلماء يعني يا أخي ليش هذا الوهم يعني مشايخ كبير في السعودية بن باز أني رأيت وجهه يعني الأثيمين يعني مشايخ كبير سبحان الله ودرست في الحرم ودرست معهم ما سمعت الكلام يعني خطير ولا شيء يخوف الناس سبحان الله زي ما قلت ممكن يعني تشرح لنا يعني بالتيسير أن الحبائب في إندونيسيا ينسب يعني إلى الرسول والثاني بالنسبة للوهابية. شكرا لكم يا أخي، جزاك الله خير ودورك بالخير، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الرحمن وبارك الله فيك. والحقيقة أولا فيما يتعلق ب الوهابي ربما يعدها بعض الناس أنها من التلابس من التنابز بالألقاب، وحقيقة الله نهى عن التنابز بالألقاب، لا يصح أن نقول هذا صوفي هذا وهابي هذا علماني هذا قبوري هذا كذا. نحن في الجامعة الأصل أن نكون أرقى بكثير من هذا، أنا أوافقك في هذا. والحق أن الرسول قال بارك الله في يمننا، ثم قال بارك الله في شامنا، فقال الصحابي نجدنا؟ قال لا، ما دخل إندونيسيا. إندونيسيا لم كانت مغيبة عن العالم الإسلامي في تلك الفترة، وإنما دخلت الإسلام بعد هذا برجال جاءوا من تريم وجاءوا باسم الدعوة والمحبة والعدالة والأخوة والأخلاق والابتسامة. هؤلاء هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين أولادهم اليوم يعرفون بالحبايب. والحقيقة أن الحبايب هم من ذرية الرسول وهم أولى الناس بحمل السنة لأن الله أمرهم بذلك. تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وأهل بيتي. وأهل بيتي هذا في صحيح مسلم، وسنة هذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ من غير سند، وأخرجه الإمام الحاكم في المستدرك بسند فيه إسماعيل بن أبي ويس، يقول عنه الشافعي أحد أركان الكذب. نعم، والذي يهمنا بالنسبة للفكر المختلف نحن نقول الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ عائد القرني، الشيخ 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 الشيوخ المملكة العربية السعودية، شيوخ الفكر السلفي اليوم المدرسة السلفية التي يعتز رجال فيقولون نحن أهل السنة نحن السلفيون، كأن معنى كلامهم
من ليس معنا فليس على السنة. نحن على السنة يعني مفهومه هذا منطوق. أنتم درستم علم أصول الفقه، هذا المنطوق. المفهوم أن من ليس على منهجنا فليس من أهل السنة. إذا أنا شافعي، هذا حنبلي، هذا مالكي، هذا زيدي، هذا إباضي، هذا إمامي. إذا السنة ما عليه هذه الطائفة، بل جاءوا بحديث يصححونه ويدخلون السواد الأعظم في الكفر. افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، الشافعية الحنفية إلا نحن. ما أنا عليه وأصحابي السلفيون يقولون نحن والمعصوم. فكل من ليس بسلفي هو ليس على الحق. نحن هو حقيقة لا يعجبنا هذا. كما أسلفت في المحاضرة قلت السنة تجمع ولا تفرق، وأنا أعترف أمام إخواني وأحبتي أنني عندما أتكلم أحياناً يجب أن أوصل الفكرة، ولكي تصل الفكرة أحياناً بحاجة إلى نوع من التفاعل. وكلمة وهابي يعني لم ترد في السنة، كما أن كلمة صوفي لم ترد في السنة، لكن كلمة نجد وردت في السنة. عندما قال الرسول نجدنا قالوا، قال الرسول لا، نجدنا يخرج منها قرن الشيطان. من خرج من نجد ملأ الدنيا علما؟ هو رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب. ملأ الدنيا علما؟ ملأ الدنيا ليس علما، ملأ الدنيا ظلما، ملأ الدنيا دما، ملأ الدنيا فرقة، ملأ الدنيا يعني ظلاما. فسمى بعض العلماء منهم سلمان الكردي الفرقة الوهابية. أنا قلتها بصراحة لأنني أعتقد أن الأندلسيون بسطاء، قلوبهم رقيقة، يسمعون الكلام بقلوب منفتحة تقبل أي نصيحة. لهذا أراك دكتورنا الغالي يعني قد نعمت بأيام مباركات في الحرم المكي والحرم المدني، بين يدي الشيخ ابن باز، بين يدي الشيخ ابن عثيمين، بين يدي السيد محمد بن علوي المالكي. لكن لو قرنت، سامحني، لو قرنت الفتاوى التي أفتاها الشيخ ابن باز بما يفتي به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لوجدت بونا بعيد. أعطيك مثالا واحد، تجد في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله يقول التلفظ بالنية بدعة، ولم يقل بها أحد من المذاهب، والله إن هذا الكذب. عندنا الحنفية موجود، عندنا المالكية موجود، عندنا الشافعية موجود، عندنا الحنابلة موجود، لكن الحكيم يقول الحب يعمي ويصل. إذا أنت تحب الشيخ ابن باز تقول أنا لا أسمع كلاما في أي خطأ منه، كل ما قاله حق. هذا الذي أنا أعيبه ليس على الشيخ ابن باز، بل أعيب على الحبايب أيضا. لا يجوز لنا أن نتعصب لأي حبيب ولا لأي دكتور ولا لأي أستاذ. أيوة هذا هو. الذي نتعصب له كتاب الله وسنة رسول الله، شعار معهد دار الحديث، والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. لكن أنت من غير يعني روية أو من غير تعمق في النظرات ستجد فتاوى للشيخ ابن باز وللشيخ ابن عثيمين ولشيوخ نجد تحديدا، فتاوى تعارض أهل مصر، تعارض أهل العالم الإسلامي بأكمل. يعني المولد مثلا هم يقولون هذا لا يجوز الاحتفال بالمولد، ثم يحتفلون 7 أيام كاملة يسمونها أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
أيهم أعظم يا قوم؟ هذا ما قلته يا دكتورنا الفاضل. أسبوع بمحمد عبد الوهاب ومحمد بن عبد الله لا يجوز ساعة. هذه السنة التي أنا أرفضها السنة المذهبية، أما السنة المحمدية فلا بارك الله في من انتقص حرفا منها. أنا لا أضعف السنة النبوية، بل أنا أحفظها وأدافع عنها وأبينها وأوضحها. أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت. وأنا أؤمن جيدا بأن الحوار هو أفضل طريق للوصول إلى الحق. أنا أستاذ في الجامعة، في جامعة حضرموت، عندي الطلاب السلفيون، عندي الطلاب من المحمديين أخوان مسلمين، عندي طلاب من الزيدية، عندي طلاب اشتراكيون، عندي طلاب صوفيون، عندي طلاب لا ينتمون لأي مدرسة. أنا عندما أدخل القاعة لا يجوز لي أن أقول أنا مذهبي شافعي، أنا أشعري، ألزمكم بما أقول، بل أقول أنا هنا وليس تواضعا، أنا هنا خادما لكم. جئت، الله أوجدني هنا لأخذ بيدي أولادي وبيدي بناتي لنصل إلى الحق، لنصل إلى الدليل الشرعي، لنصل إلى المحبة والأخوة مهما اختلفنا. يعني أنا أجد الآن رجل يحلق لحية كامل، لا أقول هذا فاسد، أجد رجل لحيته تضرب في صورته، لا أقول هذا متشدد، أجد رجلا كمثلي بين وبين لا أقول هذا نصف فاسد. فالمسألة واسعة. أنا كتبت في هذا موضوع اللحية في كتاب دينك في خطر أن 4 من الصحابة كانوا يأخذون من لحيتهم، والحديث في البخاري عبد الله بن عمر كان يرى من النسك إذا حج أو اعتمر أن يقبض على لحيته ويقطع ما زاد منها. إخواننا في المملكة العربية السعودية يرون أن الأخذ من اللحية حرام، ونحن نقول لهم رأيكم احتفظوا به لأنفسكم، لكم رأيكم ولنا رأينا، لا نقول لكم دينكم وليدنا، فديننا واحد، ربنا واحد، نبينا واحد، لكن لا نجد مسامحة دكتورنا الكريم من الأندلسيين طيبة، مسامحة من اليمانيين طيبة، لكن إخواننا أولئك لا تجد عندهم مسامحة، بل عندهم الغلظة، تجد من خالفهم فهو مبتدع. هذا كلام نحن لا نرضاه، كما لا نرضاه أيضا، لا نرضى لأنفسنا أن ننتقص غيرنا، بل يجب أن نجمع. من أجل هذا أنا أتمنى من السادة الحضور جميعا إرسال أولادكم وبناتكم إلى معهدنا لنصنع محدثا عالما. معهد دار الحديث يقوم على 3 أركان، على 3 أركان. الركن الأول علم مصحوب بأخلاق، الركن الثاني صلوات في أوقاتها وتلاوة وأذكار تجعل الخريج من المعهد عبدا صالحا ووليا قريبا من الله إن شاء الله. الركن الثالث وهو الأهم فكر، من هم العلمانيون؟ من هم الليبراليون؟ من هم الصوفيون؟ من هم الوهابيون؟ من هم كل الطوائف الإسلامية؟ حتى يعرف الطالب دليل الشرعي لما هو عليه، ويعرف دليل الآخرين ويحترم الآخرين، ليس لينتقص أحد، لكن ليعرف قل هاتوا برهانكم، ثم يخطط كيف يكون نافعا في أمته. أنا أدعو طلابي وطالباتي إلى العمل، إلى المشاركة في العمل المجتمعي. لا أريد من طالب من معهد دار الحديث أن يأتي يوما بعد 5 سنوات أجده لا يملك سيارة، لا يملك دراجة، أمرهم بالعمل لتكون أيديهم عليا، لتكون أيديهم سمحة للمسلمين، فديننا الإسلامي يعطي ولا يأخذ، يهب ولا يستقبل. أسأل الله التوفيق.